نظمت دائرة الموارد البشرية بالشرقة ممثلة ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشرقة وفر معرضا في هيئة الطرق والمواصلات بالشرقة بالتعاون مع عدد من الشركات المساهمة. وقامت الشركات باستعراض خدماتها المتنوعة لموظفي الهيئة وشرح كافة أنواع الخصومات التي يتمتع بها البرنامج، إضافة إلى تقديم عروض وهدايا قيمة للجمهور المتواجد في المعرض. وعرضت الشركات كيفية الاستفادة من هذه الخصومات لدى المستفيدين من موظفي حكومة الشرقة. وتأتي هذه المبادرة في سبيل تحقيق رؤية البرنامج، وذلك من خلال إقامة عدد من الفعاليات والتي تسعى إلى تعريف كل موظفي الحكومة بالبرنامج وترسيخ التعاون والشراكة الدائمة بين القطاع الحكومي والخاص في الدولة.